10 و13 دقيقة عدنا من جديد. أهلا وسهلا. مش نحكيه على الحكاية وما فيها. الحكاية وما فيها أنه التوليب أغلى من الذهب. تعرفوش شنو التوليب؟ التوليب هي زهرة، أما مش أي زهرة، زهرة أغلى من الذهب، وكان منتشر برشا أيام العثمانيين، حتى أنه كان من الهدايا اللي يهديوها الملوك لبعضهم. تخيلوا ملك هدايا الملك الزهرة هذه. وكلمة توليب حاجة أصلا من الكلمة التركية تولبين، اللي هي العمامة اللي يحطوها فوق روسهم، وبالفعل هي تشبه لها. وفي أواخر القرن 16 الهولنديين بدأوا يشريوا التوليب من العثمانيين، فالهولنديين وقت اللي شافوها ياسر عجبتهم، بالتالي كان الإقبال عليها تاريخي. أما التوليب وقت اللي سافر لهولندا تصدم بحالة الطقس وجاء الفيروس، أي نعم نحكي على النوارة، والفيروس هذا من حسن الحظ خلى الوردة هذه تزيد تزيين برشا، ولات ألوانها من الداخلة، هو اللي زادها زين على زين، فطلب عليها زيت، وبطبيعة السوم متاحها زيت ولا خرافي، لدرجة انه تنجم تشري بها قصر في وقتنا هذي. هذا كان القوه من نصله، فالناس ولات تاخو وردة مقابل قطعة ذهب، انعم كما سمعتوا، لدرجة انه ولات فما ظاهرة اسمها جنون التوليب. وانتم ما عندكمش اك صاحب اللي يشري حاجات غريبة وبأسوام خرافية؟ عنا أحلام عنا. علاش تسميت بلاد القاهرة بالاسم هذا؟ وقت اللي في وقت من الأوقات كان اسمها المنصورية على اسم الخليفة المنصور بالله أبو المعز لدين الله الفاطمي. فوقت اللي المعز دخلها في جوهر استقل يحب بدلها اسمها، توا هكا يا المعز تنحي اسم بوك، وبالفعل عملوا قاعدة العلماء وسألوهم زعما شنو نسميوها. فهما قاعدين في كوكب المريخ كان منور في السماء، وكوكب المريخ أصلا كان اسمه القاهر، فقالوا علاش ما نسميوهاش القاهرة على اسم الكوكب، ومن هنا ولا اسمها القاهرة اللي تقهر الأعداء. كيف كيف ننتقلوا لحكاية أخرى، علاش وقت اللي يموتنا شكون اللطف علينا وعليكم نعملوا له الأربعين متاعو؟ فما شكون يقول على خاطر روح الميت تهبط للأرض في نهار الخميس، وفما شكون يقول اللي الروح متاعو تقعد ساكنة في داره 40 يوم، ولا زادة خاطر الروح تجي في شكل عصفور وإلا فراشة. يعني كان واحد قتلهم زعما الميت يولي موت مرتين، اش قولكم؟ هذا الكل بالطبيعة كلام لا عنده لا رساس ولا راس. الحكاية وما فيها هي انه هذه عادة قديمة عند الفراعنة، على خاطر الميت كان ياخو 40 يوم حتى يحنطوه ويقوموا بتحذيره للدفن، والجنازة زادة تتعمل بعد 40 يوم. تحاسيلو قداش تقليدنا ولا اعمى؟ كيف كيف ننتقلوا لحكاية المنقالة، هل من المعقول انه المناقل اصلها للنساء؟ لا، هذه مش عنصرية ولا حاجة، المناقل قبل كان حجمها كبير، حتى لين جاء بيتر هينلين في القرن 16 وعمل لنا اول منقالة صغيرة الحجم. اما المنقالة هذه كانت باش تخدم لازمها تكون واقفة، فكان الحل بالنسبة ليه انه احنا نعلقوها في قلادة، والقلايد كما نعرفوا اصلها تابع لنساء. فبالفعل نساء ولات تلبس في القلادة هذه اللي فيها منقالة حتى 200 سنة القدام، وحتى لين الرجال قالوا يا أخي احنا ما عندناش الحق نعرفوا الوقت كان ما عند نساء ولا كيفاه. فنفس القلادة هذيك اخذوها وحطوها في مكاتبهم، ونزيدوا زيادة 200 عام اخرين وهم على نفس الحالة، حتى لين تعاملت منقالة كيما الفردة اللي يتلبسوا في دين النساء بالطبيعة. فالرجال قالوا والله لما نلبسوها احنا زيت، وفي البلاصة ما يتلقاه ولا الذهب ولا فضة عملوها بالجلد. تحاسيلوا ما شاء الله عليهم الرجال، في كل محضرة يحضروا.